اتفضل يا استاذ عصام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من واقع البيانات والاحصاءات وباختصار شديد وزي ما بيقولوا كده اللي تجمع كلماتي بين الاطاله دون ملل والايجاز دون خلل. انا عندي القانون حدد الحالات التطليق اللي ممكن الاستاذه مها بتتكلم عليها، الاستاذه بتتكلم عليها، حالات التطليق في القانون المصري. حالات التطليق في القانون المصري عباره عن 10 حالات، منها تطليق للضرر بيقع تحت الإيذاء بالقول أو بالفعل أو العنف زي ما كانت الأستاذة مها بتقول المرة اللي فاتت، بيضرب مراته أو خلافه. تطليق لحبس الزوج من حقها تتطلق، ترفع أمرها للمحكمة 3 سنوات أو أكثر. تطليق للغيبة، غايب ما تعرفش هو فين، من حقها تطلع ترفع دعوة تطليق. تطليق لعدم الإنفاق، ما بينفقش عليها. تطليق للزواج من أخرى. تطليق للعنة، للمرض. كل دي حالات تطليق من حق الزوجة أنها ترفع أمرها إلى القاضي عشان تطلق. تخيل لما كل الحالات دي تمثل وفقا لجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 16.5%. طب والباقي كل الحالات دي و83.5% حالة التطليق بلا سبب اللي هي الخلع. مفيش حاجة اسمها من غير سبب. ما انا هقول لحضرتك، هو مفيش حاجة بدون سبب. انا هقول لحضرتك السبب. الجروبات اللي موجودة، اولا قصور في تربية الاباء والامهات لاولادهم. استاذ عصام انت ليه سميتها جروبات خراب البيوت؟ ما انا هقول لحضرتك ليه. عدم تحمل المسؤوليه، لان لما نيجي نشوف الواقع ده في جروب من ضمن الجروبات ما تبيعيش ذهبك، شوفي عليه كام واحده وكام النصايح اللي بتتقال للازواج. وقد يكون فيه، قد يكون ان الزوجه تقف جنب الزوج في بعض الحالات، ده جروب اسمه كده وبيخشوا بقى. طب ازاي تبقى راسك براسه؟ جروب ازاي تشتغل وهو يشتغل؟ يعني هو بيشتغل بيطفح الدم بره البيت وهي عايزاه يجي يلبس الفوطه ويخش المطبخ. طب ما هي كمان وده موجود بعد اذن حضرتك. تعالي بقى سوشيال ميديا، ماسنجر، واتساب، واتساب، الخيانه الزوجيه الالكترونيه اللي موجوده، الخرس الزوجي، الجروبات، تدخل بعض الاصدقاء، النديه في المعامله، انا زيك، انا بشتغل زيك، انا بطلع الشغل اخر النهار، انت تيجي تعمل كذا واعمل كذا، بالليل انت قور البتنجان وانا احشي، انا ما بهرجش. مش كلام منطقي؟ تعالى لي بس، انا عايز اقول حاجه. لا 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 لا، مش كلام منطقي. قول لي ليه؟ هقول لك ليه. حته القوامه اللي احنا مفروض اتربينا عليها ما عادتش زمان. حته النديه، حته الاستسهال في الطلاق، حته المكتسبات اللي من ورا قانون الاسره اللي ما بيعدلش من سنه 2000 الا لصالح المراه، ما بيعدلش. الاستاذ قال دلوقتي اترفع عليه كام قضيه. الست النهارده لما بتيجي تحط كفتين قدامها، المكتسبات اللي تاخدها من الطلاق. يعني هنا أكمل الفكرة. أيوة، يعني هنا حضرتك بتقول لي أكمل الفكرة. أن حصول السيدات على أو مطلقات على مكتسبات مادية شجع هوندا على أنهم يستسهلوا فكرة الطلاق. أفتح القوس بقى وأقول ليه الست لما تيجي تطلق زمان اللي كان بيبقى الطلاق ده عار، تيجي تقول ايه؟ انا هتطلق، هخسر ولادي، هخسر. النهارده لا، انا رفعت لك سن الحضانه من 7 و9 ل15، اضمن ان ولادك معاكي. ويخير. دي نمره واحد. 2، بعد 15 سنه يخير الولد. 2، الاب يتسول، حط تحت يتسول دي 20 سطر، يتسول رؤيه ابنائه. لو طلق مراته يبقى خسران. صح. عشان كده الاستاذه قالت ايه؟ قالت مفيش حد بيطلق من الرجاله، انا شايف الستات هي اللي بتطلب الطلاق. لما تلاقي حضرتك لما تكتب لي على الشاشه دلوقتي حالتين او حاله كل دقيقتين، يعني في الساعه 30 حاله، يعني في اليوم 700، في 720 حاله. ده في 24 ساعه، يعني 500 حاله طلاق. انا النهارده ده انا عندي سواد بطن بطين. لما 13.5 مليون فتاة. أيوة. إيه عدى سن 35 سنة. السواد، ما انا قلت لك اهو إيه؟ استسهال الطلاق ليه؟ واقول ليه اخر جملة في نص دقيقة. الست لما تيجي تحسبها تقول لك انا هتطلق، انا هرفع خلع. انت لو عندك سبب جدي للطلاق ارفعي دعوة تطليق، لكن خلع. واللي مكتوب كل الازواج بلا استثناء 99% من الازواج كاتب جنيه مهر، ادي الجنيه. وهل هو دفع مهر جنيه؟ بيترمي له الجنيه وبتاخد الخلع وبتاخد الاولاد وبتاخد الحضانه بتاعت الاولاد من 15 سنه. يا استاذ عصام الخلع دي بتنزل عن حقوقها كلها. ما فيش حقوق يا استاذه. ده 1 على مليون من الحقوق اللي بتكتسبها من وراء الخلع. اقول لك ليه؟ بعد اذن حضرتك اديني الفرصه. خلع ايه؟ ده جنيه، ده نصب، ده قانون نصب.
قانون الخلع ده اسمه قانون النظر. بتتنزل عن المؤخر يا استاذه. قانون بلا بص انا بقول لك على مسؤوليتي انا مش على هوا يا استاذه. انا مش بقول لك على هوا. خلع اللي بيتم في المحاكم المصريه غير شرعي، والست اللي بتتزوج غير جوزها بعد الخلع انا بقول لك اهي تعتبر عايشه في الحرم مع الزوج الثاني. دخلي لي بقى واحد، دخلي لي واحد من الازهر دلوقتي يقول لي الخلع شرعي ليس له سند. الايه اللي بيستندوا اليها ايه الطلاق على الابراء. الواقعه بتاعت ثابت بن قيس الرسول عليه السلام كان بيقولها على سبيل النصح والارشاد وليس على سبيل الوجوب والالزام. اتصل واشترك في باقة ألفا متوفرة منفردة أو مع باقات أخرى من OSN.